أنا مثل ما قلت لك البارح، إذا تريد الحقيقة، الحقيقة واضحة أمامك. إذا أنت تريد أيضا، مع احترامي وأنا استبعدها منك لأن أنت صاحب ضمير إنساني وضمير مهني، أنت عندك شرف مهنة لأن أنت متدرج مو تعيين، يعني أنت كنت ضابط مثلا وعينه قاضي، أنت تعرف أصول المهنة وتعرف تفاصيل شرف المهنة، أنت عندك شرف مهني. بس إذا تقبل على نفسك أنه تحكم علي بالظلم، أحكم، أنا ما أتردد إطلاقا. أي محكمة لا تقبل؟ لا لا، مو أي محكمة، أنا دا خاطبك لك يعني. أنت رجل شجاع مثل ما قلت لك البارحة، وأنت شخص متفضل على الناس اللي عينوك وكلفوك بهاي الشغلة، لأنه مو كل واحد يقبلها سيادة القاضي. هذه شغلة يعني غاية التعقيد، وأنا أعرف إذا حدث، لأن أنت رجل ابن عائلة، أنت رجل مثقف، أنت مثقف ومو غبي. الغبي والجاهل هو اللي يزت نفسه بنار وما يدري هاي نار. أنت تعرف إيش تسوي، بس أنا أعتقد أنت تريد تخلد اسمك للتاريخ، يقولون القاضي العراقي فلان صار حاكم للمحكمة، الحاكمة النظام كامل، ولكن طبق المسطرة والحق وأعفى من أعفى وغلق من غلق، وهو قال الحق رغم كل الناس زعلوا عليه. أنا أحدث أنه أنت هذا هدفك، وإذا كان هدفك هذا يعني هذا ممتاز، هذا ممتاز، يعني لا تتردد بهالموضوع.